واد يا ميدو، ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم، مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده؟ ازيك يا ميدو؟ يا ده ميدو، في ايه مالك؟ هو عمك ارمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا ارموتي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوه الا بالله، انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجه؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب، ازاي تسيبوني عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشيه مع مين والجوزيه؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي؟ قال يعني غريب عننا، ده اللي علموه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعد امي انك شفت الوجه كده فتنه. والحديث بيقول لا يدخل الجنه دايوس. دايوس؟ بتقول على ابوك دايوس يا كلب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده ام ميدو؟ ايه؟ يالا في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقه دي؟ انت فجاه كده هتعمل عليهم علامه؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاه؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحته كلها لما حفظت جزء عامه؟ اخص عليك عيل واطي. حقيقي ليس بعد الكفر ذنب. لو كنت كافر كنت وقدتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبه الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامه. وما تنساش بقى لا مؤاخذه تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنين، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر. ايه يا ولية اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزني اروح المصيف، قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجه، انزل اجيب لك بتاع فريسكا بالمره. ما هعمل لك ايه؟ فايقه ورايقه وانا مش فايق لك خالص، انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي تهدد وانت عارفه، ما تخلينيش بقى ازركن وهيدي لك التصيفه اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لا توافق. قلت لك مليون مره ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي. هو على ده صيف. هي يا عرموطي انت بتعمل ايه عندك؟ خد هنا. خرب بيت اسئله امك مصدعني. بشوف موقعنا على الجيجي بس، احنا في مرسى مطروح ولا غوطنا جوه شويه؟ ايوه كده شاطئ كليوباترا، كده شاطئ الغرام، كده شاطئ المرح، احنا كمان كده مظبوط. الله يخرب بيت ام الرمله اللي مضايقانا دي. بص روق بقى واسمع معايا حاجه حلوه. اللي بتعمله ده انت هتفضحنا، هتفضحنا. كاسه؟ حد يجيب كاسه؟ دي حاجات قدمت يا عم، ده ما فيش سيديهات. انا هسمعك اللي انت عايزه على الايباد. ايباد؟ اسمه ايباد. ايباد؟ اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم، كل شويه تصلح لي انجليزي. اسمه ايباد، بايت معايا في حضن امبارح، يبقى اسمه. استنى ده بقى وما تعصبنيش. في ايه؟ احنا في بحر ومش عايز اتعصب. هسمعك انا دلوقتي يا ساكني مطروح. استنى بقى ساكني مطروح. ايوه اسمع. ايه ده شو؟ لا استنى استنى بس، دخلت حكايه في بعض، مش فيلم هو يعني. اسمع انت ايه ساكني مطروح؟ اسمع يا عم. الظاهر مش عايزين يخرجوا من القاهره، انا عايز افسحهم وهم لابدين هناك. اسمع التاني، هجيبها لك، هجيبها لك انا. اسمع ولا اسمع؟ اسمع عندي انا هنا وريح بالك. اسمع بص، اسمع. انا كنت عايز اشغلها لك ديجيتال، انت عايزها مانوال وشعبي وفضيحه بلس. اعمل اللي انت عايزه، انا مش هسمع حد بام الايباد ده، ولو اتعصبت هندغدغ امي. يا عمي بقى سيبنا في حالنا بقى، تعبتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خلينا بقى نشوف نفسنا. ايه ده؟ على مهلك. واخرب بيت ام ده نسب يعر والله العظيم. قلت لك ما بحبش اخرج معاهم في حته. ايه الراجل الناقص وايه المشجر اللي لابسه ده؟ بص بيت منظر ازاي. طب ما انت لابس زي اخرسي. انت هتجيبي زاره زي خساره؟
ما انا مش عايز انزل بيه بس دلوقتي لغايه ما اخلص الاقساط بتاعك. ارمط انا نفسي تجري ورايا زي الواد والبت كده على الشاطئ. بالنسبه بس لموضوع الجري وراكي، حجري وراكي عادي ولا بالشبشب زي كل مره؟ دايما كسر بخاطري. هناكل ايه النهارده يا بت؟ بقول لك ايه، انا نفسي قوي اكل شوشي. وايه الشوشي ده يا اختي؟ بيقولوا سمك كده جديد زعانف وطويل، المهم انه سمك في البحر. خلي جوزك بقى ينزل يصطادهولنا. انزل اصطاد لنا شوشي. يا عز دلاله الله، لو ما سكتت انت واختك ما عندي غير الشوشي ده اضربكوا بيه انتوا الجوز. مش عايز حد يعصبني. قومي يا بت نشتري سمك وخلاص. يا عم الميه بقى. يا ريتك نزلت معايا يا ارمط. سيبني في حالي يا حسبه. ايه يا جماعه؟ الكلام على ايه؟ اسكت يا حسب، مش نرجس بتقول لجوزها انزل اصطاد لنا سمك؟ طلع ما بيعرفش وقال ايه جايين يقولوا لي تعالي نروح نشتري سمك، ما يعرفوش ان احنا معانا قائد البحر وملك السنانين. ده انا الصنارة. انت اخرك طعم ونسمن بيه السمك. فين الصنارة دي؟ فين الصنارة؟ اهي. دي ايه يا اخوي؟ دي ايه؟ دي صنارة؟ ايوه. انا كنت مفكرها سجارة. انت بتستهتر بيها؟ دي تصطاد.